احنا فنانين شاطرين وعباقرة وقديش كلهم كتير حلوة، فقلت انه ليش ما نرسم على الكيك؟ اذا نقدر نرسم على كل اشي موجود بالعالم نقدر نرسم على الكيك. لا الكيك في تحدي غريب شوي، انه انت بتتعامل مع سطح مش تقليدي، يعني مختلف كل مره، مختلف بتاثر درجات الحراره، بتاثر بالمكونات اللي موجوده فيه، وكل كيكه بتختلف عن الثانيه، معاملتها جدا مختلفه، ففي تحدي كل مره، والفنان بده تحدي دائما يعني.